بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي قانون أوم للدائرة المغلقة. قانون أوم للدائرة المغلقة. طبعا كلنا عارفين ان V بتساوي I في R، فرق الجهد بيساوي شدة التيار في المقاومة. طريقة رسم الدائرة، طبعا لما اجي اقول كده ده رمز ايه؟ رمز البطارية، وده مفتاح عشان يفتح ويقفل الدائرة. طب دائرة وفيها حرف الايه كده معناها ايه؟ اميتر، جهاز لقياس. الاميتر دهوت اميتر لقياس شدة التيار والآي، بيوصل في الدائرة على التوالي. طيب تعال نشوف بقى هنا، ده فولت اميتر بيستخدم في ايه؟ يبقى الفولت اميتر ده هو جهاز قياس ايه؟ فرق الجهد، اللي هو في. طبعا كده توالي، احنا دايما فرق الجهد بيقيس فرق الجهد بين نقطتين، المجهود الموجب النقطة الموجبة وبين الجهد السالب، فلازم يكون عشان توازي بنوصل هنا مقاومة ثابتة مقدارها R. ايه الفرق بين المقاومة ديت؟ دي مقاومة ثابتة لكن دي على سهم مقاومة ايه؟ متغيرة. ونقفل الدائرة بهذا الشكل. طبعا هنستخدم هنا فولتاميتر في 1 مثلا، ممكن نستخدم هنا فولتاميتر في 2. تعال نشوف الفرق بين في 1 و V2. V1 بيقيس فرق الجهد بين نقطتين، لكن V2 بيقيس فرق الجهد بين طرفي البطارية. طيب في هذه الحالة طبعا قراءة الأميتر صفر، قراءة الفولتاميتر صفر، ليه؟ لأن الدائرة هي مفتوحة، بينما V2 له قراءة. هذه القراءة هي القوة الدفع. في الحالة دي نقدر نقول إن الفي باتري فرق الجهد بين طرفي البطارية هيقسولنا الفي تو اللي هو الفي ده. يبقى متى فرق الجهد بين طرفي البطارية بسبب قوة الدفع؟ لما تكون الدائرة مفتوحة، لأن لا يمر تيار. يبقى ده قراءة صفر، قراءة صفر، بينما الفي باتري مفتوح. طيب عند غلق الدائرة طبعا احنا عارفين دايما ان الفي البطارية الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، فالطاقة التي تعطيها البطارية تساوي الاي في الار. بس الار في الحالة ديت مش المقاومة الخارجية فقط، لا، في كمان في مقاومة هنا في البطارية بنسميها مقاومة داخلية. يعني ايه مقاومة داخلية؟ يعني التيار لما يمر في الدائرة الخارجية ويمر في المادة الكيميائية بيبقى مقاومة داخلية. فيصبح عندنا مقاومتين، مقاومة خارجية ومقاومة داخلية، والاتنين دول توالي. ولذلك هنضيف هنا، هنقول زائد R small. R small اللي نقصد بها بهذا الشكل، والآي هنا مضروبة في قيمة المقاومة الكلية اللي هي بتشمل المقاومة الخارجية والمقاومة الداخلية. إذا لو فكنا الأقواس يبقى الفي باتري قوة الدفع البطارية بتساوي الآي آر اللي هي فرق الجهد زائد الآي آر سمول. طيب لو خدنا دهيت وجبنا الآي في طرف، يبقى لو حطينا الآي في طرف يعني شدة التيار، طبعا بنقسم على المعامل، ده المعامل اللي هو عبارة عن المقاومة الخارجية زائد المقاومة زائد المقاومة الداخلية، وهنا الفي في طرف هي الوحدة الفي باتري. يبقى أول ما تسمع في المسألة مقاومة داخلية، أول ما تسمع كلمة مقاومة داخلية على طول نقدر نطبق هذا القانون، إن التيار بيساوي الفي على الآر. بس هنا في الحالة دي نقرأ اسمه ليه؟ لأن لم نهمل المقاومة الداخلية. طيب تعال نشوف كده. يبقى إذا شكل V باتري اللي هو العلاقة دهيت، العلاقة ديت هتساوي V زائد الآي
كابيتال في الار سمول. اذا في الحاله ديت لو الدايره مفتوحه يبقى الفي بتساوي الفي باتري، الفي بتساوي الفي باتري. لكن عند غلق الدايره قيمه الفي باتري هتستهلك جزء في المقاومه الخارجيه وجزء في المقاومه الداخليه. وذلك لو خلينا الفي في طرف هتبقى الفي باتري، ونعدي هنخلي دي في طرف يبقى دي بالموجب نعديها بالسالب. بعض الناس تقول لك امتى نستخدم الموجب والسالب؟ ما هي دي هي دي، بس بمجرد فرق ديت ان فرق الجهد بين طرفي البطاريه. طيب في الحاله الاولى فرق الجهد بين البطاريه بيساوي دي في الدايره مفتوحه، لكن عند غلق الدايره ايه اللي يحصل لفرق الجهد بين طرفي البطاريه؟ طبعا يقل بهذا المقدار. ولذلك لما نيجي نقول لك ايه علم عند غلق الدائرة ايه اللي يحصل؟ فان فرق الجهد بين طرفي البطارية يقل عن قوة الدفع. اذا يقل فرق الجهد بين طرفي البطارية، عند غلق الدائرة، الاجابة قدامنا. هنقول بما ان فرق الجهد بين طرفي البطارية، اللي هي دهية بيساوي فرق الجهد أو قوة الدفع الكهربية، بتنقص بمقدار مين؟ بمقدار الأي آر، يعني الطاقة المستهلكة في المقاومة الداخلية. يبقى الإجابة الاستهلاك جزء من الطاقة، من طاقة البطارية طبعا، في المقاومة الداخلية. اللي هي نسميها الاي ار في المقاومة الداخلية. وطبعا بتلاحظ ايه؟ لو استخدمت التليفون المحمول فترة طويلة بتلاحظ ان المكان جنب على البطارية يسخن، والبطارية تستهلك بسرعة، دليل على ان جزء من طاقة البطارية ديت جزء بيستهلك في المقاومة الداخلية، وبالتالي يقل فرق الجهد. سؤال تاني يقول لك ايه؟ ماذا يحدث لقراءة الاميتر والفولتميتر والاميتر في 2 امتى؟ عند تغيير هذه المقاومة. طيب عشان نقدر نحل هذا السؤال ماذا يحدث لقراءة، يعني لو قلنا كده ماذا يحدث لقراءة V1 V2 A، اللي هو قراءة الأميتر وقراءة الفولتميتر الثاني وقراءة الأميتر، امتى؟ عند تغيير المقاومة المتغيرة، اللي هي الروستات، وليكن سماها اس اللي هي دي مقاومة متغيرة دي. طيب في عندنا هنقسمها الى جزئين. اذا زادت المقاومة عند زيادة المقاومة المتغيرة، او عند نقص المقاومة المتغيرة. طيب لاحظ معايا كده، احنا عارفين العلاقة بين المقاومة والطالع علاقة عكسية، مقاومة اس دهيت، اذا المقاومة تزيد، دهيت، اذا 100% تيار الدايرة كله يقل، اذا الاجابة يقل تيار الدايرة، اللي هو هنسميه مين؟ اي. طيب هيترتب عن ذلك ايه؟ واحد V1 تقل، السبب تقل، يرجع لايه؟ لان V1 دهيت V1 بتساوي الاي في الار،
في الأرض. طب ما هو الأي قلت، الأي تقل ودي ثابتة، إذن تقل الفي واحد. طيب طبعا الاي وان تقل. طب ليه تقل؟ لأن ده التيار الدائري بيقل، لأن الأي بيقل، اللي هي قراءة الأميتر، قراءة الأميتر تقل، بينما قراءة الفيتو تزيد. طب ليه؟ لأن احنا عارفين إن الفي بين طرفي البطارية بتساوي قوة دفع البطارية منقوصة منها الأي آر، فإذا كلما زادت دي كلما زادت، إذا هنا تقل لأن بتنقص هذه القيمة منها. هنا العكس، هنا العكس، نقص المقاومة معناها زيادة شدة التيار الدائر اللي هو R. طب إذا زاد I بما أن V1 تزيد، إذا V1 تزيد، هتقول لي تزيد ليه؟ أقول لك تزيد ليه؟ لأن إحنا عارفين V1 بيساوي الـ I في الـ R. الـ V1 اللي هي بيساوي الـ I في الـ R. طب ما هو الـ I زادت يبقى دي تزيد لأن دي رقم ثابت. الـ A تزيد، الـ A تزيد لأن المقاومة قلت، يبقى التيار الدائري كله زيد، يبقى قراءة الأميتر، يبقى قراءة الأميتر ده تزيد. تعال بعد كده العكس بقى، الـ V2 تقل. ليه تقل؟ زي ما احنا اتفقنا ان الفي بين طرفي البطارية بيساوي جهد البطارية منقوصا الاي ار. تخيل دي تقل، اذا لازم دي تزيد. نشوف المثال ده، احسب قراءة الاميتر، الفولتاميتر، القوة الدفع. نيجي على الاميتر، احنا عارفين دايما المقاومة دي 6 والمقاومة دي 3، بما ان المقاومة 6 ضعف المقاومة 3 يبقى التيار الفرع السفلي ضعف التيار العلوي، يعني هيبقى هنا ده 1 امبير، يبقى هنا 2 امبير، يبقى قراءة الأميتر 2 أمبير. ممكن نجيبها بالحساب، احنا عندنا معلوم، ده معلوم، فعلى التوازي الجهد ثابت، فبما ان الجهد ثابت على التوازي فلو جبنا الجهد اللي فوق كأننا جبنا الجهد اللي تحت، او نقدر نقول الجهد الكلي قاعدة المعروفة بيساوي جهد الفرع السفلي مثلا. الجهد الكلي عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب التيار الكلي في المقاومة الكلية للاتنين دهم، للمجموعتين دهم بس. طيب التيار الكلي في الوضع اللي احنا عارفينه هو جهد اي فرع، ممكن الجهد الكلي هو جهد اي فرع. فالجهد العلوي الاي العلوي 1 امبير في 1 امبير في 6، 1 في 6 يبقى جبنا الجهد اللي هو الطرف العلوي، او نقدر الجهد الكلي ونعتبره هو العلوي مثلا هيساوي الجهد السفلي. الجهد العلوي اي في ار يعني 1 في 6. طيب الجهد السفلي اللي هو عباره ده طبعا مش عارفينه كام، فيبقى الار ده 3 في اي، 3 اي، 3 اي بالقسم على 3، بالقسم على 3 يبقى فعلا هنقول ان اي السفلي، اي السفلي بتساوي 2 امبير. ده بالطريقه الحسابيه، اما طريقه النظر بمجرد النظر بما ان المقاومه العلويه ضعف السفليه يبقى التيار السفلي ضعف العلوي. طب اتاكد صح ازاي؟ ان الجهد هنا لازم الجهد هنا، الجهد بيساوي اي في ار، يبقى 1 في 6 ب 6 يبقى الجهد فوق ب 6. يساوي الجهد السفلي اي في ار برضه، الاي ب 2، 2 في 3 ب 6، يبقى كده الامور ماشيه تمام. المطلوب الثاني بقى اللي هو عايزين قراءه الفولت ميتر. طب ما الفولتميتر ده بيساوي اي في ار، بيساوي الاي في ار، يبقى الفي اللي قراءة الفولتميتر في بتساوي اي في ار.
طب الار موجودة عندنا اتنين، ادي اتنين. طب الاي كام؟ ما احنا اتفقنا ان التيار دي 1 امبير، اللي داخل هنا 1 امبير، واللي داخل هنا 2 امبير، يبقى يخرج كام؟ 3 امبير. 3 امبير، اذا نقدر نقول دي 3 امبير. اذا فرق، اذا قراءة الفولتميتر، يعني قراءة الفولتميتر فرق الجهد بين الطرفين، يبقى 6 فولت. طيب المطلوب التاني بقى قوة الدفع. اول ما نلاقي قوة الدفع، معروف ان الفي باتري قوة الدفع بتساوي التيار الكلي بتاع الدايرة في ار الكلية للدايرة زائد المقاومة الداخلية. خلاص كله معلوم. التيار الكلي للدايرة كام؟ 3. وهيقولي 3 ليه؟ لان احنا اتفقنا ان هنا 2 امبير، اتفقنا ان هنا 1 امبير، وهنا 2 امبير، يبقى كل التيار الكلي كام؟ 3 امبير. يبقى التيار الكلي 3. طب المقاومة الكلية بسيطة، المقاومة الكلية هنا 3 و6 دول توازي، حاصل ضربهم على جمعهم بيطلع نتيجة 2 اوم. الاتنين اوم مع المقاومة دي توالي 2 اوم، يبقى 4 اوم. يبقى المقاومة الكلية، المقاومة الكلية الخارجية 4 اوم، زائد المقاومة الداخلية مذكورة هي في المسألة، ان المقاومة الداخلية في هذه الحالة هتكون معلومة بالوضع ده. المقاومة الداخلية معلومة 2 اوم، نقدر نعوض عن 2، يبقى نقدر نقول يساوي 2 و4 6 و3 و18 فولت. يبقى الفي باتري بتساوي 12 18. ثلاثة مقاومات 10 اوم 20 و40 مع مصدر كهربي، بين بالرسم كيف ممكن توصله؟ ليمر فيهم تيار بهذا الشكل. احنا متفقين دايما ان على التوازي التيار يتجزأ، فتلاحظ هنا ايه؟ ده 4 من 10 وهنا 1 من 10، لو جمعناهم يدينا كام؟ اذا نفهم من كده ان المقاومة الاولى مع التانية توازي، عشان لما التوازي نجمعهم يدينا التيار اللي هيبقوا مع بعض على التوازي. اذا الأولى مع العشرة مع الأربعين توازي، عيد تاني ليه؟ لأن لو جمعنا التيار بتاع المقاومة الأولى وتيار المقاومة الأخيرة يطلع كام؟ مجموعهم 5 من 10. إذا نقدر نقول كده أهو، إن المقاومة 10 اوم مع المقاومة 40 اوم هي زي تكون زي فزورة بتحاول تشوف لها مخرج، بحيث لو جمعنا التيار، احنا قلنا على الترتيب المقاومة 10 تيارها كام؟ 4 من 10، والمقاومة 40 تيارها كام؟ 1 من 10. فلما نجمعهم مع بعض يدينا 5 من 10، اللي هي المقاومة 20. بنوصلهم بالبطارية بالشكل ده كده، قطب موجب قطب سالب بالشكل ده. الار سمول هنا بكام؟ ب2 اوم. نقدر نجيب قوة الدفع. يبقى طريقة رسمك واضحة. هنقول كمان مرة، هنبص على المعطيات. احنا عارفين دايما على التوازي التيار اللي جاي من هنا مع اللي جاي من هنا هيتجمعوا مع بعض صوب هنا، وبما ان الاولاني 4 من 10 والاخير 1 من 10، لو جمعناهم يطلع لنا 5 من 10، يبقى كده مظبوط. اصبحوا الاتنين دول توازي. هنقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، هنقول 10 في 40 على 10 زائد 40 بكام؟ ب50. دي معادي، يبقى فيها المقاومة 8، يبقى كأن دي كلها ب8 اوم. يبقى استعوضنا بهذه القيمة ب8، معادي ايه؟ 2 اوم، معادي 20 اوم بالشكل ده كده، مع المقاومة الأولى 20 اوم. يبقى اذا المقاومة الكلية هتساوي 28 اوم. خلاص نقدر نقول، نقدر نقول هنا ار هو المطلوب مننا ايه؟ في باتري. يبقى الفي باتري قوة الدفع بتساوي الاي في الار الخارجية زائد ار الداخلية.
التيار كله طلعناه كام؟ 5/10. ليه 5/10؟ لأنه قلنا ديت 4/10، 1/10 مرة 5/10، التيار كله 5/10. المقاومة الخارجية طلعناها 28، اللي هي 8 زي دي توالي. المقاومة الداخلية 2 أوم. طب 2 و28 كام؟ 30. نص 30 15، يبقى الفي باتري بتساوي 15 فولت. 2 و28 يبقى 30. نص 8، نص 30 كام؟ 15 فولت. نشوف المسألة اللي جت في الأزهر 2009. احسب قيمة الجزء المأخوذ من الريوستات. يعني كأننا من الضبط بنقول ان دي هنا ار مجهولة، ار دي مجهولة، عايزين نشوف قيمتها كام. دي معنى الكلام ده، احسب القيمة المأخوذة من الريوستات. طيب احنا عندنا الفي موجود، الفي باتري موجود، والار مقاومة الداخلية موجودة. يبقى لما يبقى عندنا الفي باتري موجود اللي هي طلعت كام؟ 12 في باتري بتساوي الاي، والتيار موجود اللي هو 1 امبير. طيب والار سمول موجود اللي هي 1 اوم، 1 اوم. يبقى مين اللي موجود عندنا؟ اللي موجود عندنا ار كابيتال، اللي هي تشمل المقاومة الخارجية كلها، المقاومة الخارجية دي كلها اسمها ار كابيتال. طيب هنجيبها، بعد ما نجيبها هنبسط ديت ونترحم الكل نحصل على هذا الجزء. واضحة الفكرة؟ كمان مرة، احنا عندنا المعطيات دي كلها موجودة. أول ما نلاقي مقاومة داخلية لازم نكتب القانون ده كده، إن القوة الدافعة بتساوي التيار في المقاومة الخارجية زي المقاومة الداخلية. كل اللون الأزرق ده معلوم، تعال نشوف كده. يساوي تحت يساوي، هنلاحظ الفي باتري ب 12 فولت، التيار بتاع الدايره موجوده 1 امبير، ادي 1 امبير، ممكن واحد زي ما هي واحد كده واحد. ار مجهوله، هنخليها الار كابيتال مجهوله، خليها مجهوله كده، ار كابيتال مجهوله. والمقاومه الداخليه، المقاومه الداخليه 2 1، ايه 1 او. طيب تعال نخلي الدال بالموجب، هنخليها زي ما هي، الار 1 زي ما هي الار، والموجب من عندها جت بقت ايه؟ بالسالب، بقت هنا 11 او. يعني المقاومه دي كلها 11 او. طيب تعال نبسط بقى الجزء اللي فوق ده، الاثنين دول توالي يبقى 12 ده 12 او، والاثنين دول توالي يبقى 4 و2 6. ناتج ده مع ناتج ده توازي، ناتج 12 مع 6 توازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني نقول 6 في 12 على 6 زائد 12 يطلع الناتج 4. الأربعة دي كلها 4، 4 معادي توالي، و4 و6 كام؟ 10. يبقى كأن الفرع العلوي، الفرع العلوي 10، الفرع الثاني ده السفلي ده الاوسط 10. طب ما دول توازي، بما ان دول توازي يبقى نقول احد المقاومات على عددها، ممكن نشيلهم كده نحط مكانهم 5. طيب اصبح هنا 5، ودي المقاومه المتغيره هيت، اهو 5، ودي المقاومه المتغيره مش عارفينها كام، ودي البطاريه بهذا الشكل. يجب يكون دول 11، يجب يكون ار الدائره الخارجيه كلها 11. خلاص يبقى ار شرطه بتساوي الخمسه زائد ار بتاع المقاومات الريوستات، اللي هي ار اس بتاع الريوستات. طب المقاومه الكليه طلعناها 11، والمقاومه دهيت خلاصتها 5. يبقى مين اللي موجود هنا؟
يبقى ار روستات، ار بتاعت الروستات دي بالموجب اهو نعدها جاذب ايه بالسالب، اذا ار للروستات هتساوي 6 او. طيب تعال نشوف السؤال المطلوب التاني. المطلوب التاني احسب التيار المار في المقاومة 2. بسيط، احنا قلنا التيار ده كله 1 امبير، وبما ان المقاومة دي بتساوي المقاومة دي كلها 10 والمقاومة ده 10، اذا نص امبير هيجي هنا ونص امبير هيجي هنا، نص امبير. طيب هناخد الجزء العلوي ده هوت، احنا اتفقنا ان دي 6 اوم 12 اوم اهو العلوي 12 اوم 12 اوم، والسفل ده هوت السفل ده 6 اوم 6 اوم 6 اوم، والطار اللي داخل كله نص امبير، ده نص امبير نص امبير. نطبق القاعده اللي بتقول ايه، ان في الكلي اه في الكلي الكلي اللي هم كلهم هتساوي في الفرع هو السفلي اللي احنا عايزين نعين قراءة التيار اللي مر في الفرع التاني ده. طيب اي كلية بتساوي اي كلية في ار الكلية، ده الكلي الكلي هتساوي السفلي اي في السفلي وار للسفلي. طب اي كلية احنا قلنا نص نص امبير، ار الكلية حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يطلع 4 زي ما اتفقنا، هتساوي السفلي التيار المقاومة السفلية كلها كام، 6 6 اي. تمام، هنقول هنا نص الاربعة 2، يبقى 2 هتساوي 6 اي بالقسم على كام، على 6، اذا الاي اذا الاي تساوي 3 امبير.